هنالك أعراض شديدة ممكن أن تترافق مع داء غريفس والذي ينتج عنه فرط في نشاط الغدة الدرقية وفي إنتاج هرموناتها. أحياناً يلجأ الطبيب طبيب الغدد الصماء إلى إجراء عملية لاستئصال الغدة الدرقية بسبب داء غريفس. خلينا نتحدث من داخل غرفة العمليات عن تفاصيل عمليات استئصال الغدة الدرقية مع ضيفنا المميز الدكتور سهيل البكار، استشاري جراحة الغدد الصماء والغدة الدرقية والرقبة وأورامها. حياكم الله مشاهدينا، تفضلوا معنا. مشاهدينا، مثل ما قلنا لكم بأنه اليوم عمليتنا هي استئصال للغدة الدرقية، وتتعدد أسباب الاستئصال وممكن أن تكون بسبب داء غريفس مثل الحالة الموجودة معنا اليوم. خلينا نتحدث مع ضيفنا الدكتور سهيل البكار. يعطيك العافية دكتور سهيل. يا أهلا وسهلا دكتور بكم. سهيل، لما إحنا نختار شخص يعني نقول رائد من رواد جراحات الغدد الصماء والغدة الدرقية، فنحن نختار أن نتحدث مع الدكتور سهيل. الله يخليك يا رب. الله يحميك يا دكتور. يا أهلاً وسهلاً بكم. نتحدث اليوم دكتور عن العملية. لماذا لجأت إلى استئصال الغدة الدرقية؟ نعم. وأنت جراح؟ حقيقة أكثر ما يميزك أنك تعلمين عما تتحدثين. شكراً دكتور. يعني لما قلتي هناك دواعي متعددة لاستئصال الغدة الدرقية في داء غريفز، لقد صدقتي. داء غريفز له ثلاث خيارات علاجية، إما العلاج الدوائي وإما اليود المشع وإما الاستئصال الجراحي. متى نلجأ إلى الاستئصال الجراحي؟ أولاً إذا وجدنا أن الغدة ذات حجم كبير جداً قد لا تستجيب إلى اليود، والذي قد يأخذ أكثر من 6 شهور ليعطي مفعولاً من أجل ذلك، والغدة الكبيرة تمتد إلى التجويف الصدري أو تتسبب بعمل أعراض ضاغطة كبيرة، فنلجأ إلى الاستئصال الجراحي. نعم. إذا كان مريض داء غريفز يعاني من جحوظ بالعينين، وهذا يمكن المؤشر الرئيسي. نعم. لهذا الداء. نعم نعم، هذا من العلامات الفارقة والعلامات التي تشخص هذا الداء بشكل كبير. إذن دكتور، ما هي الدواعي الجراحية التي ممكن تقودنا إلى إجراء مثل هذه العمليات؟ نعم، كما تفضلتي أن داء غريفز هو مرض مناعي. نعم. يتميز بفرط إفراز في هرمون الغدة الدرقية، وبالتالي سمية الدم بهذا الهرمون. هذا المرض له 3 طرق للعلاج. نعم. إما العلاج الدوائي، اليود المشع، أو الجراحة. نعم. طبعا هناك دواء خاصة لحتى نلجأ للاستئصال الجراحي. نعم. منها أن يكون هناك تضخم كبير في الغدة الدرقية، امتداد إلى التجويف الصدري. نعم. والتسبب بأعراض ضاغطة. ثانيا عدم التجاوب على العلاج الدوائي. ثالثا أن يكون المريض يعاني من جحوظ في العينين، والجحوظ في العينين كما ذكرتي مرتبط. هو أحد حقيقة الأمور التي تساعد بتشخيص داء غريفز، لأنه من العلامات الفارقة لهذا الداء. وعادة الناس اللي بيعانوا من جحوظ العينين إذا تعرضوا لليود المشع فإن هذا يزيد من الجحوظ. نعم. ممكن دكتور تكون في مشكلة مرتبطة أخرى، هي مشكلة هشاشة العظام. نعم طبعا، دائما يعني هذه المداخلة رائعة. الناس الذين يعانون من سمية الغدة الدرقية، تسمم الدم بهرمونات الغدة الدرقية يؤدي إلى استهلاك كالسيوم الدم. نعم. والكالسيوم هو المادة الإسمنتية الداعمة للدم، وهذا يؤدي إلى ترقق بالعظم ومن ثم الهشاشة. وأحد الأشياء المهمة جدا اللي بيختلفوا فيها العلماء، إنه هل النساء في سن الخصوبة بيحتاجوا إلى جراحة وليس يود، وهل قد يؤذون من اليود بحيث يصير عندهم نقص في الخصوبة؟ نسمع بها كثيراً. نسمع بها كثيراً. حقيقة الدراسات لم تثبت بشكل قطعي أنها تؤدي إلى يعني عدم القدرة على الإنجاب. نعم. ولكن هناك دراسات أثبتت أنه يقلل من خصوبة الأنثى، ولذلك هو غير متفق عليه لحد الآن في الوسط العلمي. دكتور، بالنهاية هي مجرد آراء
مثل ما يقولوا بأنه النساء أكثر عرضة بأضعاف من الرجال لتعرض لمشاكل فرط إفراز الغدة الدرقية أو حتى كبار السن لداء غريفز. ولكن الحالة اللي معانا اليوم هو شاب يبلغ من العمر أتصور 28 عام. نعم 28 عام وهو من اليمن الشقيق. نعم حقيقة داء غريفز كسائر الأمراض المناعية يصيب عادة النساء في عمر الثلاثينات والأربعينات، تمام، وهو أكثر شيوعا بكثير في النساء منها بالرجال. ولكن طبعا احنا بنعرف ما فيش لا ابيض ولا اسود في الطب. نعم. عرفتي يعني there is no black or white in medicine، فكل شيء لذلك من الصعب ان ننفي بان الذكور لا يصابون او من النادر. نعم. جدا ان يصابون حتما، لا يعني انه النساء اضعاف اذا الرجال او الذكور لا يصابوا. بالضبط دكتور، انا شفت اليوم العمليه نوعا ما معقده. نعم لدرجه صحيح. لي ايات يا ريت ناديناك على عمليه ابسط واسهل. أروك. نعم أروك صحيح منك. نعم خلينا نتحدث عن التحديات اللي ممكن تواجهكم انتم كجراحين. نعم. انا لاحظت بانه مهاره الطبيب شرط اساسي. نعم. في اجراء مثل هذه العمليات لان في محاذير. صحيح. ما هي التحديات وما هي المحاذير دكتور؟ نعم حقيقه بالنسبه لداء غريفز هذا الداء يتميز بتروية دموية هائلة للغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي أصلاً ثاني أكثر عضو تروية بشكل طبيعي. فما بالك أن يصاب هذا المريض بداء غريفز في سمية في فرط إفراز بهرمونات الغدة الدرقية الذي يؤدي إلى تروية دموية هائلة وتضخم كبير في الحجم. نعم. فهذا يؤدي إلى التهابات والتصاقات حول. وبحد ذاته مشهد مربك. مربك. نعم. جراحين. وبالتالي حقيقة تعد الجراحة من أجل داء غريفز أصعب من جراحة سرطانات الغدة الدرقية من حيث المهارة والخبرة المطلوبة. نعم. لذلك دائما يعني ينصح خلال تدريب في التخصص الدقيق إنه إذا يعني وقفت عجريك كشخص متخصص في هذا المجال إذا إجاك داء غريفز لا تساويها في البدايات لحالك حتى إنه يكون في عندك واحد أخبر منك. نعم. وأكبر منك في التخصص الدقيق. نعم. ومتمرس أكثر منك حتى تستطيع عمل هذه العملية بإشرافه. نعم. ما نواجهه من تحديات في هذه العملية إنه لابد في كل عمليات الغدة الدرقية أن تقوم بالتعرف على العصب الصوتي أو العصب الحنجري الراجع وهذا المخاوف التي تدور. نعم. حوله. نعم. يقول لك. نعم. أنا لا ألجأ لمثل هذه العملية حتى لأن أتخوف أفقد على صوتي. نعم. وصار الدكتور بتصير. نعم. بتصير ولا يعني أنه الجراح أن يكون متمرساً أن لا تحدث ولكن هي تحدث بدرجة أقل بكثير من الجراح الغير متمرس. لذلك دكتور أنا شددت في الانترو للفقرة بأن ضرورة اللجوء لطبيب. نعم. الغدد الصماء. نعم. نعم إلى جراح الغدد الصماء. نعم. وهو تخصص نادر حقيقة في كل العالم. فكما أشرتي أن التحديات المحافظة على العصب في خضم هذه الالتصاقات والالتهابات والتضخم الهائل والتروية الدموية الكبيرة بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على الجارات الدرقية التي غالبا في داء غريفز تكون ملتصقة بسطح الغدة. نعم. الدرقية ولا بد من إنزالها. نعم. وبالإضافة إلى ما تحدثت عنه أن السمية قد يرافقها هشاشة فهذا يعني أن الدم ضعيف بمستواه من الكلس وهؤلاء هذه الحالات قد يدخل في ما يسمى متلازمة العظم الجائع بعد العملية فلا. نعم. بد أن يكون من يتولى المهمة العلاجية سواء يعني داخل هذا المكان الحقيقة المقدس وهي غرفة العمليات. نعم. بالإضافة إلى متابعتي له يعني ما بصير أنا أكون فقط جراح متمرس ينتهي دورك وينتهي دوري بمجرد خروجي من العملية أو لابد تأكدك. نعم. من تعافي المريض جراح الغدة الدرقية متمرس داخل خلية الثكنة الحربية أو العسكرية بالإضافة إلى خلينا نقول بالطابق حيث الحياة المدنية شو بسموها الجميلة إذن هذا يؤكد دكتور على ضرورة استمرار الرحلة رحلة الإشراف الطبي من قبل جراح الغدد الصماء بعد. نعم. إجراء مثل هذه العملية Absolutely. للمراقبة وتأكد من تحسن النتائج. نعم طبعا
هل دكتور مضاعفات محتملة بعد انتهاء العملية؟ كيف يتم التماثل للشفاء؟ نعم. ما هي توصياتكم؟ التوصيات هي طبعاً في خلال 6 ساعات الأولى مراقبة المريض كل ساعتين لتجنب حدوث النزيف ما بعد العملية. نعم. الذي يستدعي إعادة فتح الرقبة، بالإضافة إلى مراقبة خلال 48 الساعة الأولى معدلات كالسيوم الدم. نعم. تمام. وكذلك مهم جدا أنه نأخذ هذه العينة إلى الزراعة ونتأكد من خلوها من أي كتل سرطانية. دكتور، هل من علاجات دوائية توصون بها؟ نعم، الآن إحنا المصنع اللي بيصنع الهرمون الثايروكسين أو هرمون الغدة الدرقية مش موجود. نعم. مزبوط، اقتلعناه. نعم. الآن إحنا نحتاج إلى تعويض المريض بحاجته من هذا الهرمون. نعم. فيتم إعطاؤه على شكل أقراص دوائية. نعم. وبنأكد على أنه T4 يمكن ما يكون بجرعات واحدة على مدار الحياة، لازم نرجع للطبيب حتى يعدل الجرعات بناء على نتائج المشفى. أنا بقترح أنك تصيري كمان معنا بالفريق. أنا معاك. ما شاء الله عليك. أنت أميرة. قلبا وقالبا. ما شاء الله عليك. طيب دكتور، بدنا نسمع نصائحك للناس اللي عندهم مشكلة بفرط نشاط الغدة الدرقية. نعم. في بعضهم يهمل المشكلة، بعضهم يقول لك أنا ما بدي أخذ أدوية، بعضهم يقول لك أنا ما عندي فرط، خصوصا بأنه النتائج قبل سنة فحصت وكانت. نعم. مثلا إلى حد ما معتدلة. أنا بقول أختي العزيزة دائما هذه النصيحة الجوهرية لأي شخص يعاني من أي مشكلة طبية، لا ترخي ذانك لمن يسمعك ويطربك بما تود أنت سماعه. نعم. دائما اقصد أهل التخصص، لا تملي عليهم رغباتك، بل بناء على محرك جوجل بدأتي، وخذ بنصحهم. تمام. فدائما إحنا بنقول الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله، أو بالأمثال العربية اعقل وتوكل. مزبوط. فدائماً لابد أن نعمل. يعني العملية ما بتخوف أبداً إذا لجأنا لها. إذا لجأنا إلى الشخص الصح. بالتأكيد هذا. نعم. شيء مفروغ منه. نعم. دكتور. نعم. نسب النجاح على ماذا تعتمد في مثل هذه العمليات؟ دائماً نحكي إحنا بالإنجليزي، إذا بصير the most important denominator in thyroid surgery is surgeon's experience and volume. أكيد طبعاً. أهم مقوم في نجاح عمليات الغدة الدرقية هو أو المقام وليس البسط في عمليات الغدة الدرقية هو عبارة عن خبرة الجراح وعدد الحالات التي يجريها سنوياً، ونحن نقوم بإجراء 300 إلى 400 عملية سنوياً فقط غدة درقية. ما شاء الله دكتور، مدة العملية تتراوح من حالة إلى أخرى؟ ما بين نصف ساعة إلى ساعة ونصف في أقصى الحالات إن شاء الله. مؤلمة دكتور فيما بعد للمريض؟ لا، برضو إذا كمان الواحد أعطى المريض المسكنات والعناية اللي بيحتاجها داخل المستشفى، بعدين خارج المستشفى ما في أي ألم. أنت قلت دكتور بنحاول قدر الإمكان أنه نحافظ على العصب الصوتي. نعم. والغدجرات درقية. نعم. لكن هل من الممكن بأنه يصير في مشاكل صوتية مثل بحة الصوت في الأيام الأولى بعد إجراء العملية؟ قد يحدث، هناك ما يسمى تغيرات الصوت والبلع المؤقتة بعد هذه العملية، ولكن هذه غالباً ما تزول. طيب دكتور، بالنسبة للأكل، تناول الأكل لازم يأكل يشرب. التدخين دكتور، بعضهم يقول لك أنا ما أقدر مثلاً أترك الدخان. إحنا عادة نقول، عشان يعني أنا هاي بدي أكون مسؤول عنها المقولة، بالنسبة للمدخنين. نعم. إما أن تترك الدخان قبل 30 يوم من العملية. نعم. تمام. أتوقع أن زملائي المخدرين يعني قد يتفقوا معي، أو أنك إذا كنت مدخن تقطعها 12 بالليل قبل إجراء العملية، وبعد العملية ب4 ساعات بترجع بتدخن. ليش؟ نعم. لأنه في إحنا إشي اسمه شعيرات تنظف الجهاز التنفسي. نعم. في المدخن حركة هذه الشعيرات تكون منتهية. نعم. وبالتالي عملية التدخين نفسها أو الأرجيلة نفسها تمثل عبارة عن نشاط أو exercise أو تمرين، وهو الذي ينظف ويبقي ينظف القصبات ويبقيها مفتوحة. نعم. فإذا الآن فجأة صرت بدي أعمل حالي بطل أوقف بعد العملية الدخان مباشرة، بيصير في عنا تجمع للبلغم. ولا لا دكتورة زينة؟ ممكن يصير ردة فعل. This is absolutely correct. ردة فعل عكسية ممكن. نعم. يصير. آه.
بس انا هسه ما بدي ادخل على تبعين التنفسي، صار لي ساعه بنظر انه لازم نضل بالتخصص الدقيق. ولكن هي تخصصات متداخله عموما دكتور، بس يعني وعلى سيره التخصصات المتداخله انا حابه انوه له فكره جدا مهمه. دائما ما نقول بان المريض هو شريك الطبيب في التشخيص، ولكن هنالك شركاء اخرين ايضا، مثل طبيب الباطنيه وشريك لطبيب الجراحه في نفس التخصص. الى اي مدى دكتور في مثل هذه الحالات لابد من إنجاح العمليات بناء على إنجاح التشخيص منذ المرحلة الأولى؟ يعني إحنا دائما بنحكي يد واحدة لا تصفق في كل مناحي الحياة وخاصة في الطب، ودائما الجروب براكتس أو المالتي ديسبلينري براكتس يعني هو عامل مهم. نرى تطبيقه أكثر في البلدان اللي مارسنا فيها الطب وخلينا نحكي تمرسنا فيها، ويعني نحن نأمل أنه رويداً رويداً الوعي عند الجميع عم بتحسن، وإن شاء الله أنه نصل إلى مرحلة مزدهرة من التعاون الطبي فيما بيننا بإذن الله. دكتور أنا سعيدة اليوم بلقائي فيك، وإن كانت الظروف نوعاً ما دموية ولكن يعني لقائك كان نقطة فارقة معنا اليوم في حلقة عواطف. الله يخليك، جهود مباركة لك وللفريق المساعد لك خلف الكاميرات. الله يخليك، كل شكر لك دكتور سهيل بكار استشاري جراحة الغدد الصماء والغدد الدرقية والرقبة وأورامها. الله يخليك، شكرا دكتور.